السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية طلاب توجيهي، طلاب وطالبات توجيهي علمي دفعة 2006-2023. من وين ما كنتم تسمعوني وتتابعوني من جميع أنحاء فلسطين، تحياتي لكم. معكم الأستاذة تحرير البوم، مدرسة مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية، توجيهي علمي وصناعي وأيضا توجيه أدبي. إن شاء الله خلال هذا الفيديو راح أعلن عن دورة إلكترونية لطلاب التوجيه العلمي والصناعي. طبعا هذا الفيديو راح يكون للتوجيه العلمي والصناعي، وإن شاء الله راح أعلن كمان أرسل كمان فيديو للتوجيه الأدبي. تمام، راح أعلن عن دورة إلكترونية لطلاب التوجيه دفعة 2006-2023، وهي دورة لمادة الرياضيات، دورة طبعا إلكترونية. هاي الدورة فيها مجموعة من الملاحظات حبيت أحكي لكم إياها. شو بدنا نشرح هاي الدورة؟ أولا بدي أحكي لكم شو بدنا نشرح بهاي الدورة اللي أنا معلن عنها، كمان شو البرنامج المستخدم بالشرح، شو الجهاز اللي لازم تنزله عندك على، أو شو البرنامج اللي لازم تنزله عندك على جهاز الحاسوب عشان إن شاء الله الدورة تكون معك أمورها ممتازة. نبدأ على بركة الله. راح أبلش في البداية أشرح لكم عن الجهاز اللي أنا مستخدمه. طبعا زي ما هي واضح أمامك، هاي الشاشة اللي هو اللي راح تظهر أمامك أثناء الشرح. تمام، طبعا أنا عمالي عم بسجل لكم على برنامج الزوم، تمام، عشان تشوف أنت كيف البرنامج. برنامج الزوم لازم في البداية تكون أنت منزله كمان مرة على برنامجك، على عفوا جهازك الحاسوب. تمام، اللهم صل عليك يا نبي. فهذا اللي امامك اللي انا مشغله اللي هو برنامج الزوم اللي راح نستخدمه، وراح تكون اللي هي اساس التواصل بينه وبينك، واللي راح نشرح على نستخدم هذا الجهاز. طيب هلا كمان مره، هذا الاعلان لدفعه 2006-2023، وان شاء الله يا رب انها تكون سنه خير عليكم، وان شاء الله انكم تحققوا فيها نجاحات وتحصلوا على اعلى العلامات باذن الله تعالى. طبعا في البداية الساعة أنا حاططها إن شاء الله تعالى من الخامسة للسادسة أو نصف، هي ساعة ونص مدتها، ولكن هي مبدئيا هذا الوقت، يعني بالإمكان إنه الاتفاق على موعد آخر حسب طلاب وطالبات المشتركين معي بالدورة. برنامج الشرح زوم زي ما اتفقنا لازم تكون أنت منزله على جهازك الحاسوب. هلأ إذا ملاحظين أنا هون حاطط قناتي اللي راح نرفق عليها الفيديوهات، الأستاذة تحرير البوم، وعلى الجهة اليمين أنا حاطط المبدع في الرياضيات اللي هو أساس الدورة اللي هو المساعد الإلكتروني، وأكيد سمعتوا فيه من طلاب التوجيه 2005 إنه مساعد عن جد إنه ممتاز، وإن شاء الله اللي بيتبع معي فهذا المساعد راح ياخذ العلامة الكاملة. هلا الهدف الأسمى من الدورة الصيفية هو قطع أكبر ممكن من مادة الفصل الأول قبل بداية العام الدراسي للتمكن بشكل أكبر من محتوى المادة والحصول على علامة التفوق إن شاء الله تعالى 200 من 200. هلا انتبه يا مس، إنه إحنا هاي الدورة إعلانها عن الفصل الأول. الفصل الأول من شو بتكون؟ من أنا وحدتين ان شاء الله، هنا راح اذكرها في الملاحظات الهامه جدا. في البدايه انت لازم تكون عارف انه انا راح اعلن عقد دوره تاسيسيه مجانيه للطلاب التوجيه العلمي فقط، الطلاب المشتركين معي بالدوره سواء علمي او ادبي. تمام، يعني انت مشترك معي بالدوره اول اسبوع راح تحصل عليها تكون اللي هي مجانيه، تبدا من 11/6 يوم الاحد بكون 2023، والهدف منها مراجعه اي معلومه بحاجه لها الطالب وتمكينه من اي فاقد تعليمي حصل في السنوات السابقه. تتضمن الدوره التاسيسيه العناوين المهمه جدا لماده الرياضيات، مثل طبعا راح اعطيك العناوين راح نناقشها في الدورة التأسيسية، بعض الاقترانات الخاصة زي الاقتران من ناخذ التربيعي، كيف بنحل معادلة تربيعية، كيف بنستخدم القانون العام وإلى آخره، مهم جدا هذا لمادة التوجيه. اقترانات مثلثية كمان راح نراجعها، الجيب والجتا والظل، المتطابقات المثلثية الأساسية اللي ما بنستغنى عنها في مادة التوجيه، نظريات النهايات والحالات غير المعينة راح نستخدمها في الفصل الثاني في التكامل والاتصال، ومادة الاتصال هذا إشي مهم وأساسي جدا في مادة 11 علمي، يعني هذا في التزايد والتناقص القيم القصوى كله بيعتمد عليه، فلازم تكون أنا مراجعة كثير.
مش معقول اني ابلش مثلا بالتزايد والتناقص او القيم القصوى وانت مفهوم الاتصال انت مش فاهمه. عشان هيك لازم نعمل الدوره التاسيسيه. عدد الحصص 6 حصص اسبوعيه مدتها ساعه ونص. طبعا يوم الجمعه بنعقد امتحان. تبدا الدوره لماده الفصل الاول رياضيات، انتبه شو الماده اللي راح ناخذها. الوحده الاولى حساب التفاضل، الوحده الثانيه تطبيقات التفاضل بتاريخ 17/6 باذن الله. طب وانت بتنتهي؟ عند انتهاء الماده الأول وحدة والثانية وحدة، لأن معلن عنها الفصل الأول، الوحدة الأولى كمان مرة والوحدة الثانية. طبعا خلال هاي الدورة أنت لازم تكون عارف إن راح يتم شرح جميع مادة الكتاب وتمارينها وحل أسئلة الوحدات. يحصل الطالب المشترك بالدورة فقط على دوسية المساعد الإلكتروني المبدأ في الرياضيات للوحدة الأولى والثانية، ومش أي حدا ممكن يحصل عليها، فقط الطالب المشترك بإمكاني إن أوصل له إياها. ما يميز المبدع في الرياضيات إشي أساسي جدا، شرح مفصل ومرتب يشمل أسئلة وأمثلة الكتاب، شرح أسئلة إثرائية وأفكار مميزة، عمل مراجعة وأسئلة شاملة للوحدة الكاملة. طبعا يشمل كل هاي الحاجات، أنت بتحكي عن مساعد ما يعادل 600 صفحة، فشامل لكل شيء. حل أسئلة السنوات السابقة، يتم شرح هذه الدروسية بشكل كامل على البرنامج المستخدم اللي هو برنامج الزوم، من خلال طبعا راح يكون فيديوهات مصورة مسجلة. أي طالب ما مثلا عنده ظروف ما حضر الحصه بامكانه انه يحضرها فيديوهات مسجله، عن طريق انك تبعت لي ايميلك. طبعا راح ناخذ ايميلات الطلاب المشتركين معي ويتم تنزيلها على اليوتيوب. تمام. هلا قبل ما احكي لكم كيف بيتم انشاء مجموعات، راح اقول لك شو هو المساعد المبدع في الرياضيات وكيف شكله وكيف ان شاء الله راح نحل عليه. انا راح اعطيك نموذج بسيط من المراجعة اللي أنا عملتها لطلابي. طبعا إحنا المساعد بتكون من مراجعات من مادة شرح إلى آخره، راح يكون بهذا النمط إنه بتكون من أسئلة من سؤال والحل معاك فراغ إنك تحل فيه. فمثلا لو أحكي لك، بدنا نحكي مثلا متوسط التغير شو قانونه؟ قاف السين 2 ناقص قاف السين 1 على سين 2 ناقص سين 1. زي ما انت شايف هيك بظهر امامك. انا هيني بعطيك، انا حصه مسجله على الزوم، فانا زي ما هيني سامع صوتي، انت صوتي واضح امامك، كمان القانون طلع كيف مباشر الشاشه اللي ظاهر اللي قدامي، هاي هي اللي راح تظهر امامك. تمام. وكمان نفس الشيء، هي الخط واضح، بامكاننا ان نغير اللون ونكتب مثلا ملاحظات مهمه جدا، هيها بتظهر امامك، بامكاني اني اشر انا على اي شيء انت بدك اياه مثلا مش فاهمه. فسهل جدا وسلس، والشاشه جدا كانها يمس وجاهي، وهيك بتوفر عليك وقت انك مثلا ما تروح على الوجاهي، انت قاعد بتحضر حصه وانت داخل البيت، ما تضيع وقت على حالك. تمام. فلها ايجابيه، عن جد ايجابيه. واي سؤال انت بدك اياه بتقدر ترفع ايدك، الحصه بتكون بشكل منظم، في كتب للمايكات، مش اي حدا ممكن انه يحكي، بترفع ايدك بتسأل وانا بجاوبك، ما عندنا اي مشكله، سلسه جدا، وبناخذ كل الاسئله المهمه الموجوده في المساعد. زي ما حكيت لك هذا اللي هو المبدع في الرياضيات. كمان زي هيك نسخه، هي مجموعه من الاسئله والشرح بتم مناقشتها على ان شاء الله تعالى على اثناء شرح الدوره. تمام. فالمساعد المبدع في الرياضيات ان شاء الله راح تكون امورك تمام، ان شاء الله راح تكون منه مبسوط. طبعا احنا هيو بحكي لك انه الوحده الاولى جاهزه، كل الوحدات جاهزه امامك. متوسط التغير راح نبلش نشرح فيه، ايش مفهوم متوسط التغير، نكتب عليه ملاحظات، هاي مجموعه من التدريبات. طبعا هنا كل التدريبات امامك، كل التدريبات امامك، كله شامل لكل التدريبات، جدا رائع جدا مميز. شو الاسئله المميزه، شو السؤال القوي، مصنف لك اياه، تدريبات مهمه، تدريبات خارجيه، تدريبات من الكامل، كله موجود، كله ان شاء الله تعالى راح تكون مبسوط بهاي الدوره. هنا تعرفنا عن المبدع، راح تكون ممتاز جدا اذا طبعته. طبعا انت راح تطبعه واحنا نكمل عليه اللي هو شرح، وتكون متبع معي اول باول. رقم 7، سيتم انشاء مجموعه للطلاب والطالبات المشتركه بهاي الدوره على الماسنجر. راح انشا مجموعه للطلاب وراح انشا مجموعه للطالبات، بحيث انه يتم مناقشه اي استفسار، ارسال عليها اي ملخصات وملاحظات انا بدي اياها. 8 مهم جدا، انا اللي راح اشرحها، الماده راح اشرحها راح تتحول لك PDF مباشره لكل حصه على المجموعه. ثانيا، يتم رفع فيديوهات الشرح على قناتي على اليوتيوب اللي فرجيتها اياك اول ما شرحنا، ضمن قائمه خاصه بالطلاب المشتركين بالدوره. رسوم الاشتراك بالدوره الرياضيات الفصل الاول 400 شيكل، رسوم التسجيل
بكل اهل غزه خاص بتواصلوا معي. هلا 400 شيكل هاي شامله الفصل الاول، الوحده الاولى والوحده الثانيه. طريقه الدفع طبعا بخصوص تحويل رسوم التسجيل في هذه الدوره، بامكانك ايداعهم من خلال توجهك لبنك فلسطين، تزويدهم برقم الحساب اللي امامك، تحكيهم هاد للاستاذ استاذه تحرير الهموم او مصرف الصفا نفس الشيء بالحساب اللي امامك. في حال قمت بتحويل الرسوم يرجى اخباري وتصوير ورقه ايداع وارسالها لي، او من خلال جوال بلي بتنزله عندك على جوالك محفظتي، كثير سهل. ورقمي هذا اللي بتحول لي عليه المصاري 0597547536. طبعا ان شاء الله راح تاخذوا تميز وتفوق في الرياضيات مع المبدع في الرياضيات، سارعوا بالتسجيل ان شاء الله تعالى انها تكون امورك تمام. طبعا هذا للتوجيه العلمي والادبي. للتواصل معي بامكانك تتواصل معي على صفحتي على الفيسبوك الاستاذه تحرير البوم، ان شاء الله تعالى راح تكون امورنا تمام. هاي صفحتي طبعا على الفيسبوك. هي صفحتي الأستاذة تحرير البوم، وإن شاء الله تعالى أمورك بتكون تمام ونفهم المادة، بتفهم المادة بشكل كبير لما تتابع معي وتحل معي أول بأول وتقدم امتحانات، إن شاء الله إنها تكون أمورك تمام. يعطيكم ألف عافية.